رجعت ليلة الامتحان. أتمنى إن يكون حبايبي كلهم جاهزين معايا، معايا ورقة وقلم، معايا الآلة الحاسبة، ونشتغل مع بعض سؤال سؤال، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في الامتحان. يلا بينا مع بعض كده نبدأ أول سؤال على بركة الله. أول سؤال بيقول لي إيه؟ في الشكل المقابل، إذا كان معيار المنتجع ألف يساوي 8 8 وحدات، فإن ألف يساوي نقط. بيقول لي يا ترى 4 و8 أم 8 و4 أم 4 و4 جذر 3 أم 4 جذر 3 و4. الشكل اللي عندي هو مديني المتجه ألف، أهو لو أنت شايفينه، مدوني كصورة قطبية، خلي بالك ده مديني المتجه ألف، مديني معياره 8، يبقى هنا 8 المعيار، ومديني الزاوية القطبية، بس هنا الزاوية 30 دي مش القطبية. قال يا مستر الزاوية القطبية بتبدأ من محور سين الموجب لغاية ما المتجه وقف لأعلى أهي، يبقى الزاوية دي بكام؟ قلنا دي كلها 90، شيل منها 30 يتبقى 60. إذا هقول المتجه ألف في الصورة القطبية عبارة عن المعيار والزاوية القطبية، يبقى 68 درجة. أبدأ أحوله إلى صورة إحداثية، قلنا السين بتاخد الجتا والصاد بتاخد الجام، يبقى إذا المتجه ألف عبارة عن 8 في جتا 60 و8 في جا 60، يبقى 8 جتا 60 طبعا على الآلة الحاسبة أقول 8 كوزاين 60، أو أنا عارفها إن جتا 60 بنص، 8 في نص يدينا 4، و8 ساين 60 هيدينا 4 جذر 3. أختار الإجابة رقم ج، هقول له إذا يبقى المتجه أ بيساوي 4 و4 جذر إيه؟ 3، الاختيار رقم ج. طبعا هنا في متجه، أوعى تنسى، هعمل لك المتجه أهو، ركز بس أنت معايا. ده كده أول سؤال مع بعض. خلاص عرفنا ان هنا في علامه المتجه، يبقى المتجه ا في الصوره الاحداثيه عباره عن 4 و4 جذر ايه؟ 3. ننتقل للسؤال جبر، بيقول لي اذا كانت المصفوفه ا على النظم 2 في 2 حيث ا اللي هو ا ص ع ده عباره عن ايه؟ انا عايز القانون نمشي عليه. قال لي ا صف عمود بيساوي الصف زائد العمود، بجمع قيمه الصف اللي هنا يبقى اجمع الرقم بتاع الصف زائد الرقم بتاع العمود. تقول لي فإن أ مدور بيساوي كام؟ يا ترى هيطلع أ ولا هيطلع 2 أ؟ أم هيطلع سالب أ؟ أم هيطلع سالب 2 أ؟ هقول له حاضر، أنا في الأول همشي على القانون بتاعك، أنت بتقول لي أ مصفوفة على النصب 2 في 2، يبقى نعمل أ 1 1 وأ 1 2 وأ 2 1 وأ 2 2، ده نظامنا، أ 2 في 2 صفين وعمودين، تمام؟ انت بتقول لي ان المصفوفه ا عباره عن ايه؟ ا صف عمود عباره عن بنجمع الصف زائد العمود، يبقى نجمع الواحد زائد واحد، يبقى اول عنصر نقول واحد زائد واحد، الثاني يبقى واحد زائد اثنين، الثالث اثنين زائد واحد، الرابع اثنين زائد اثنين، همشي على الكلام بتاعك اللي انت قلته، يبقى واحد زائد واحد، واحد زائد اثنين، اثنين زائد واحد، اثنين زائد اثنين هيديني اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، دي ألف. أنا عايز أ مدور. قال يا مستر الألف مدور، هندور ده. إحنا قلنا لما نيجي ندور ده بنبس منين؟ بنغير مين؟ القطر الآخر. بنجيب ده مكان ده وده مكان ده، طب الاتنين زي بعض، إذا مش هيتغير. يبقى أ مدور هو نفسه أ بالظبط. أقول له إذا فإن أ مدور بيساوي أ يا مستر، هو نفس الكلام لو دورت العناصر بتاعتك. تمام؟ قال لي تمام يا مستر، وباين قوي إن هنا المصفوفة بتاعتك متماثلة حول القطر الرئيسي. أ يساوي أ مدور. مصفوفة متماثلة، أ مثلا متماثلة. ماشي. نيجي لجزء حساب مثلثات، أنا ماشي معاك جزء بجزء. جزء جبر، جزء مثلثات، جزء هندسة، أنا معاك. بيقول لي جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا في ظا تربيع سيتا، ده بيساوي إيه؟ أقول له حاضر. أول حاجة دايما تلاحظ معايا، طبعا مديني اختيارات بيقول لي 2 جا تربيع سيتا في ظا تربيع سيتا، ام 2 جا تربيع سيتا في ظا تربيع سيتا، ام جا تربيع سيتا، ام ظا تربيع سيتا. هقول له اول حاجه لاحظها ان في عامل مشترك يا مستر، يبقى لازم اخد العامل المشترك على طول. ايه المشترك اللي هنا؟ قال لي يا مستر الجا تربيع سيتا مشترك، يبقى الحل
هناخد الجا تربيع سيتا مشترك، نفتح قوس نقسم الاول على المشترك، جا تربيع على جا تربيع يدينا واحد، زائد لما اقسم الجا تربيع في الظا تربيع لما اقسمها على الجا تربيع يدينا ظا تربيع. كده كده انا خدت الجا والجا دول مشترك، فيتبقى واحد زائد ظا تربيع. مستر ده قانون خدناه السنه دي، ان واحد زائد مربع الظا ده قانون القا تربيع. خلاص كل ده كده يا مستر بقا تربيع. اذا مسالتي عباره عن جا تربيع سيتا في قا تربيع سيتا. ما انا عارف يا مستر ان القا مقلوب الجذر، يبقى دي عباره عن جا تربيع سيتا في واحد على جتا تربيع سيتا. كلنا عارفين مع بعض وخدناها كتير ان جا على جتا يدينا ظا، طب جا تربيع على جتا تربيع يدينا ظا تربيع. اختار الاجابه رقم د. خلصت. يا رب نكون فهمنا ازاي نتصرف في حساب مثلثات مع المتطابقات المثلثيه. اخد مشترك والتحويلات بتاعتي، اوعى تنسى مربع الجا زائد مربع الجتا لنفس الزاويه واحد، ما تنساش الكلام ده. واحد ناقص مربع الجا لاي زاويه يساوي الجتا تربيع نفس الزاويه، واحد ناقص مربع الجتا يدينا جا تربيع نفس الزاويه. خلي بالك انا قلت واحد زائد مربع الظا يدينا قا تربيع، افتكر برضو ان واحد زائد مربع الزطا يدينا قتا تربيع. كل الحاجات دي في دماغك ما تنساهاش. ننتقل لسؤال تاني بيقول لي اذا كان المتجه الف يوازي المتجه ب، وكان المتجه الف ب2 و3 ومعيار المتجه ب ب4 جذر 13، فان الب يا ترى بتساوي موجب او سالب الف، ام بتساوي موجب او سالب 2 الف، ام بتساوي موجب او سالب 4 الف، ام بتساوي 8 جذر 13 و2 و12 جذر 13. مين في دول الصح او الاستبدى؟ احنا خدنا مع بعض قاعده بتقول ان لما يكون متجه بيوازي متجه يبقى المتجه بتاعي بيساوي ثابت في المتجه التاني، يبقى المتجه ب بيساوي ثابت في المتجه الف. ممكن يكون في نفس اتجاهه او في عكس اتجاهه لكن موازي ليه. فانا عايز اعرف قيمه الكاب بكام؟ قال لي خلاص يا مستر هنجيب معيار الطرفين. هقول له يبقى معيار الب يساوي القيمه المطلقه للكاف في معيار المتجه الف. معيار الب انا مديهولك ب4 جذر 13 يساوي القيمه المطلقه للكاف، انا ما اعرفوش ده الثابت. اي طول لازم يكون بالموجب فبنحط قيمه مطلقه. بمعيار المتجه أ، قال لي معيار الألف كان بيساوي جذر مربع السين زائد مربع الصاد، هيبقى جذر 4 زائد 9 يعني جذر 13. يبقى 4 جذر 13 هتساوي القيمة المطلقة لكام في جذر 13؟ أشيل جذر 13 مع جذر 13 هيطلع القيمة المطلقة للكام بيساوي 4. قلنا اللي جوه القيمة المطلقة بياخد موجب أو سالب الناتج اللي بره، يبقى الكام هتساوي موجب او سالب 4. هقول له اذا يبقى المتجه ب بيساوي موجب او سالب 4 في المتجه الف. اختار الاجابه رقم ام. خلصت. رب يكون فهمنا اتعامل ازاي مع المسائل دي. ننتقل الى فكره تانيه وسؤال تاني مع بعض. انا ماشي معاك سؤال بسؤال بسؤال. يقول لي اذا كان 3 متجه في اتجاه س زائد 4 في اتجاه ص بتساوي كصورة قطبية كاف وسيتا. صورة قطبية بتديني صورة إحداثية بتساوي الصورة القطبية دي. وكان المتجه أ بتساوي كاف وزاوية باي على 2 زائد سيتا، فإن المتجه أ يساوي نقط. مديني اختيارات، بيقول لي سالب 4 في اتجاه س زائد 3 في اتجاه المتجه الوحدة ص و3 في اتجاه المتجه الوحدة س ناقص 4 في اتجاه ص سالب 3 س زائد 4 في اتجاه ص 4 في اتجاه س ناقص 3 في اتجاه ص. هقول له اولا انا من الصوره دي اقدر اجيب الكاف واجيب السيتا. الكاف هي معيار المتجه او الجذر مربع ال 3 زائد مربع ال 4 تطلع الكاف ب 5. السيتا دي الزاويه بتاعتي كنا بنجيب الظا، هقول ص سيتا بتساوي ص على س يعني 4 على 3. من ظا سيتا نقدر نجيب جا سيتا وجتا سيتا لو رسمت مثلث قائم. انا عارف ان الظا بتساوي مقابل على مجاور، الوتر يطلع ب 5، فيبقى الجا سيتا
هدينا 4 على 5، والجتا سيتا هتساوي 3 على 5. انا كده عندي الجا والجتا دول اهم حاجه. نيجي بقى للمتجه الف، الصوره القطبيه يا مستر، احولها الى احداثيه، متجه للوحده الاساسيين. الكاف طلعت ب 5، يبقى هنا 5، او المتجه الف عباره عن 5 والزاويه باي على 2 زائد سين. حولها الى صوره احداثيه، قلنا هناخد السين بتحب الجتا والصاد بتحب الجا، يبقى الالف عباره عن 5 في جتا باي على 2 زائد سيتا. افتجاه سين و قال يا مستر 5 في جا باي على 2 زائد صاد، ده في اتجاه مين؟ زائد سيتا في اتجاه الصاد. ماشي، يبقى جبنا في اتجاه السين زائد في اتجاه مين؟ الصاد. يلا مع بعض، قلنا 90 بتحول الجتا الى جا، بس 90 زائد ده ربع تاني مش بيت الجتا، فيبقى سالب 5 جا سيتا. ابو هنا ال 90 بتحول الجا الى جتا وبيتها، فيبقى 5 جتا سيتا في اتجاه الصاد. قلنا الجا سيتا من هنا، الجا بتساوي مقابل على وتر، يبقى هتساوي 4 على 5. هقول يبقى المتجه الف عباره عن سالب 5 في مين؟ قال لي في 4 على 5 في اتجاه س، زائد 5 في الجتا عباره عن 3 على 5 في اتجاه الص. ال5 راحت مع ال5، اتبقى سالب 4 في اتجاه س زائد 3 في اتجاه ص، وال5 راحت مع ال5. يبقى مستر اختار الاجابه بتاعتي اللي هي الف. سؤال حلو وجميل، صوره قطبيه مع صوره احداثيه. ناخد سؤال جبر مع بعض، بيقول لي اذا كان المحدد س تربيع زائد 1 و0 و0 و2 و1 و0 و3 و5 وس تربيع زائد 4 ده بيساوي 0، فان الس تنتمي لنقط حيث س عايزها فين؟ تنتمي للاعداد المركبه. يبقى انا عايز الحل في الاعداد المركبه، لو في عندي مركب يا ترى الاختيارات الالف ولا ب ولا ج ولا د. يلا معايا مستر، انا ملاحظ ان ده محدد المصفوفه المثلثه، محدد المصفوفه المثلثه. تمام، قلنا الحل بتاعه بيساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، يبقى س تربيع زائد 1 في 1 في س تربيع زائد 4 بيساوي 0 يا مستر. حاصل ضرب حاجات بصفر، يا اما الاول بصفر يا اما الثاني بصفر. هقول له س تربيع زائد 1 بيساوي 0 واحل المعادله، يبقى س تربيع هتساوي سالب 1، ناخد الجذر التربيعي، يبقى س هتساوي موجب او سالب جذر سالب 1 اللي هو ت، يبقى موجب او سالب ت يا مستر. هنا س تربيع هتساوي سالب 4، ناخد الجذر، يبقى س هتساوي موجب او سالب جذر سالب 4، قلنا السالب بيخرج من جوه الجذر بايه؟ بت، يبقى اقول له موجب او سالب 2 ت. اذا س تنتمي ل ت وسالب ت و2 ت وسالب 2 ت، الاجابه رقم ج، اختار ج يا مستر. خلص. ننتقل الى سؤال ثاني وفكره ثانيه. السؤال الثاني بيقول لي تحسب مثلثات اذا كانت س تنتمي للفتره المفتوحه 0 و2 باي، يعني كله ربع اول ربع ثاني ثالث رابع وهكذا، فإن مجموعة الحل للمعادلة جا س جا س زائد قتا س يساوي 2 هي نقط، بيقول لي باي على 2 أم 3 باي على 2 أم باي على 2 وسالب باي على 2 أم 3 باي على 2 وسالب 3 باي على الـ2. أقول حاضر، دي معادلة، قال لي تمام، عشان نحل معادلة يبقى عندي مجهول واحد، أنا عندي مجهولين جا وقطع، لا حول لي القطع. مستر القطع مقلوب الجا، يبقى الحمد لله مجهول واحد اهو، يبقى هنحول القطع الى واحد على جا س، يبقى جا س زائد واحد على جا س بيساوي 2. قلت لك قبل كده اي مساله فيها كسر اضرب في المقام بتاعه، اقول له بضرب المعادله كلها في جا س، اضرب في جا س هنا وهنا وهنا، جا س في جا س يبقى جا تربيع س زائد واحد على جا س، لما اضربها في جا س بضرب فوق طبعا، الجا هتروح مع الجا فيبقى واحد يساوي 2 في جا س، يدينا 2 جا س. في جا تربيع يا مستر وفي جا، يبقى لازم نحلل، هندخل دي بعكس الاشاره ونخليها مقدار ثلاثي نحلل. جا تربيع س ناقص 2 جا س
زائد واحد بصفر. مستر ده مقدار ثلاثي، مش اي ثلاثي، ده مربع كامل، او على الاقل لما اجي احلله هيطلع لي اكس واحده بس اعرف انه مربع كامل. ده عباره عن جا س ناقص واحد الكل تربيع، ومنها نحصل ان جا س هتساوي واحد، جا س بواحد. مستر احنا خدنا الحل العام بتاعنا، جا س بواحد، جا مين اللي بواحد؟ قال لي جا 90، يبقى س هتساوي مين؟ باي على 2. تمام؟ هنا انا مش عايز حل عام، انا عايز الحل بس بالفتره من 0 ل 2 باي. اقول له يبقى هنا الس هتساوي 90 درجه اللي هي باي على 2، اختار الاجابه رقم أ. خلصت. ننتقل الى سؤال ثاني، فكره ثانيه، سؤال جميل على المتجهات. بيقول لي اذا كان المتجه س ص بيساوي 2 و3، والمتجه ص ع بيساوي 4 و5، فان المتجه س ع بيساوي مين في دول؟ 6 و8، 2 و2، 8 و8، 4 و3. أول ما تلاقي المسألة بالمنظر ده وأنت مغمض على طول، الراجل اللي انتهى بيه بدأ بيه، يبقى طبق القانون بتاعي، قاعدة شاه، إن المتجه س ع بتساوي إيه؟ قلنا اللي أبدأ بيه ببدأ بيه س ع، يبقى س كذا زائد كذا. مستر س ع يساوي إيه؟ أقول يبقى س ص زائد ص ع. إذا ده زائد ده هيدينا س ع، دي قاعدة شاه. أيوة يا مستر، المتجه س ع عبارة عن س ص زائد ص ع، اللي شال بيقول الصاد تروح مع الصاد فيتبقى س ع. إذا س ع عبارة عن مجموع الاثنين دول، بنجمع السين مع السين والصاد مع الصاد، المسقط الأول مع المسقط الأول والمسقط الثاني مع المسقط الثاني، هيبقى 2 زائد 4 6 و3 زائد 5 يدينا 8. اختار يا مستر الإجابة أ 6 و8، أوعى تنسى قاعدة شاه. السؤال اللي بعده سؤال جبر، بيقول لي إذا كان ب مدور زائد ج مدور بيساوي المصفوفة 1 و2 وسالب 3 وصفر، وكان المصفوفة أ عبارة عن سالب 1 وصفر و2 و3، فإن أ في ب زائد أ في ج الكل مدور يساوي نقط، واداني اختيارات، بيقول لي 6 و1 و1 و2، 9 و11 وسالب 3 و0، 0 وسالب 3 و2 و5، أم سالب 1 و8 و3 وسالب 6، مين في دول الصح؟ هقول له ثواني، نمسك الجزء ده ونشتغل عليه. أنت مديني ب زائد ج، خلاص أنا شايف إن الألف متكرر، ما تيجي ناخد الألف عامل مشترك عشان يظهر ب زائد ج اللي أنت مدياه. خلاص خد لي ألف عامل مشترك. لما آخد ألف عامل مشترك هيبقى ألف في ب زائد ج الكل مدور. قلنا خلي بالك في الضرب المدور عامله إزاي؟ المدور اتحط على التاني في الأول. تبقى معكوس؟ يبقى أقول له ب زائد ج الكل مدور في ألف مدور. مهمة أول قاعدة ديت، أوعى تنساها. الترتيب في الضرب مهم جدا. قلنا المدور بيتوزع على الجمع عادي، بيبقى ب مدور زائد ج مدور غير الضرب. اذا دي عباره عن ب مدور زائد ج مدور في الف مدور. تمام، انا مديك ده جاهز اهو، 1 و2 وسالب 3 و0 هينزل هنا في الف مدور. هندور ده، هجيب ده مكان ده وده مكان ده، او نخلي الصف الاولاني يبقى العمود الاول، الصف الثاني العمود الثاني. اه يا مستر، يبقى 1 و2 وسالب 3 و0، ادي ب مدور زائد ج مدور. ب هيبقى سالب 1 تحتيه 0، 2 تحتيها 3. هضرب ضرب العادي، هضرب الصف الاول في العمود الاول، بنضرب الاول في الاول زائد الثاني في الثاني، هيبقى 1 سالب 1 زائد 2 في 0 يدينا سالب 1. بانت قوي ان هي دي، خلاص هي دي سالب 1 في الاول يعني. خلاص مش عايز الباقي، اختار دي وخلصت، طب هي جايه كده. هكمل عادي، هضرب الصف الثاني في العمود الثاني، اقول 1 في 2 زائد 2 في 3، اول في اول زائد ثاني في ثاني، يبقى 1 في 2 ب 2 زائد 6 يدينا يا مستر 8. ثم سالب 3 في سالب 1 ب 3 زائد 0 يدينا 3، وسالب 3 في 2 بسالب 6 زائد 0 يدينا سالب 6. الاجابه رقم ج يا مستر، رقم د، وخلصت. اختار الاجابه رقم د.
ان فيها سالب واحد، وقلنا من البدايه السالب واحد ظهر، خلاص ما عنديش سالب واحد غيره في الاول، هو اللي اختاره من غير ما اكمل واضيع وقت خالص. يا رب يكون فهمنا ازاي اتعامل مع الضرب والمضرب وهكذا. ناخد جزء عن الحته الحل العام. يقول لي الحل العام للمعادله ظا ثيتا زائد واحد بتساوي صفر هو نقط. مديني ايه؟ قال لي مديني اختيارات، هقول له حاضر. اولا الظا زائد واحد بصفر يبقى الظا ثيتا بسالب واحد. الظا سالبه يا مستر، الظا سالبه في الربع الكام والكام؟ قال يا مستر في الربع، طبعا مش بيتها، هيبقى في الربع الثاني والرابع. الظا سالبه في الربع الثاني والربع الرابع يا مستر، تمام؟ يبقى انا دلوقتي هتعامل مع الربع الثاني والربع الرابع. في الربع الثاني يا مستر اقول شيفت تاني الواحد يطلع 45، في الربع الثاني اقول 180 ناقص 45 هيديني 135، ادي الربع الثاني. في الربع الرابع هقول 360 ناقص 45 يديني 315. بس الحل العام بيقول ايه؟ بناخد الصغير ونزود عليه نص دوره، يبقى 135 زائد باي نون. لازم نحول ال 135 الى الباي. قال لي مثلا عباره عن 3 ارباع باي زائد نون باي نص دوره بس. هلاقي الاجابه بتاعتي هي الاجابه طبعا رقم الف، اختارها وخلصت. ده الحل العام لما يجيب لي الظا. ننتقل الى سؤال تاني وفكره تانيه مع بعض، يلا بينا بسرعه كده. بيقول لي هنا مجموعة قيم س التي تجعل المصفوفة 3 وس ناقص 1 وس زائد 1 و5 معكوس ضربي هي مين في دول؟ قلنا عشان يكون ليها معكوس ضربي لازم المحدد لا يساوي صفر، يبقى لازم قيمة المحدد لا تساوي صفر. يعني 15 ناقص نفتح قوس س تربيع ناقص 1 لا يساوي صفر. السالب بغير الإشارة يبقى 15 ناقص س تربيع زائد 1 لا يساوي صفر، يبقى 16 ناقص س تربيع لا يساوي صفر. يعني السين لا تساوي موجب او سالب 4، ممكن اقول سين تنتمي لح فرق سالب 4 و4. السؤال اللي بعده، حساب مثلثات بيقول لي من قمه صخره ارتفاعها 100 متر عن سطح البحر يكون قياس زاويه انخفاض قارب يبعد عن قاعده الصخره 200 متر بالتقدير الدائري بيساوي ايه؟ الراجل واقف فوق الصخره، تمام؟ لازم اعمل مستوى وهمي موازي للارض. كده يبقى في عندي حرف زد وهتنسى. الراجل واقف فوق بيبص على قاعده الصخره اللي تحت، لا بيبص على قارب، هنا في قارب في الحته ديت بيبص عليه، دي الزاويه بتاعتي، هقول له الزاويه دي بتساوي الزاويه ديت. بتقول لي هنا ان ارتفاع الصخره 100 متر والقارب بيبعد عن القاعده 200، هقف عند الزاويه دي اللي هي بتساوي دي بالتبادل. انت مديني مقابل ومجاور، ده قانون الظا، يبقى انا هجيبها عن طريق الظا. هقول ظا زاويه ج بتساوي 100 على 200 يساوي نص. هنا بقى ممكن نحولها لدائري مره واحده بالاله، هنقول شيفت مود واختار كلمه راد رقم 4. مجرد ما اقول شيفت تان النص هيجيب لي على طول مره واحده التقدير الدائري. يا اما عايز تجيب ستيني خليها زي ما هي بالديجري وتقول ان الشيفت تان النص يطلع 26 درجه 33 دقيقه او 54 ثانيه، حولها الى قياس دائري هضرب في باي على 180 هيطلع 46 من 100 دائري، اختار 46 من 100 دائري وخلصت. تعالوا كده مع بعض نشتغل الجزء اللي جاي في جبر المثلثات. بيقول لي مساحه المثلث الذي رؤوسه ألف بصفر واربعه والب بخمسه واثنين والجيم بسته وواحد تساوي كم وحده مربعه؟ اقول له حاضر. قلنا المساحه بنجيب المحدد، بنحط السينات في العمود الاول والصاد في العمود الثاني وفي الاخر واحد واحد واحد. هنجيب قيمة المحدد، هشتغل عن طريق أي صف أو أي عمود. أنا هنا هحل عن طريق الصف الأولاني عشان فيه صفر. الصفر اتلغى خلاص، هبدأ من الأربعة هتبقى سالب أربعة، نشطب الصف اللي فيه أربعة والعمود اللي فيه أربعة، هيتبقى خمسة وواحد وستة وواحد، هيبقى عبارة عن خمسة ناقص ستة أهي زائد واحد في، اشطب العمود اللي فيه واحد الصف اللي فيه واحد، هيتبقى خمسة واتنين وستة وأربعة، يعني خمسة ناقص 12 هيطلع معايا بسالب 3. عشان نجيب المساحه بناخد القيمه المطلقه، يبقى 3 قلنا نص المحدد، نص الثلاثه يطلع واحد ونص وخلص يا مستر، اختار الواحد ونص. سؤال على القطاع بيقول لي قطاع دائري محيطه 8 سم وطول قوسه 2 سم، فان مساحته بتساوي كام؟
قال لي يا مستر عن طريق المحيط وطول القوس هنجيب نص القطر. انا عارف ان المحيط بيساوي 2 ناق زائد لام، يبقى 2 ناق زائد لام بيساوي 8. اللام ب 2 يبقى 2 ناق زائد 2 بتساوي 8. حل المعادله يطلع يا مستر الناق بتساوي 3، مساحه القطاع بتساوي نص لام في ناق، هيبقى نص في 2 في 3 يطلع يا مستر 3 اختار ال3. خلصت. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعده احنا اتفقنا كده، سؤال جبر، سؤال مثلثات، سؤال هندسه. بيقول لي هنا سؤال عن البرمجه الخطيه، المنطقه المظلله تمثل مجموعه حل المتباينات س زائد 3 ص اصغر من او يساوي 6 و س زائد ص اصغر من او يساوي 4. خلي بالك ان دي جايه هنا عند الاربعه، ده هينزل تحت شويه عند الاربعه. المهم وس اكبر من او يساوي 0 والص اكبر من او يساوي 0، فان القيمه العظمى لداله الهدف ر بتساوي 2 س زائد ص هي مين في دول؟ قلنا مثلا انت ايه مجموعه الحل هي دي اللي هي واو، الشكل واو ا ب ك، هي دي المنطقه المظلله بتاعتي مجموعه الحل. بنجيب الرؤوس بتاعتي، الواو بصفر والصفر، الالف جايه عند الاربعه وصفر، البي لما احل المعادلتين دول جبريا هيطلع معايا عند الثلاثه والواحد، والكيم بصفر واثنين. يبقى انا هجيب ر الواو هنعوض عن السين بصفر والصاد بصفر، هقول 2 في صفر زائد صفر يدينا صفر. هجيب ر الالف، الالف ب 4 وصفر، هقول يبقى 2 في 4 زائد صفر يدينا 8. هجيب ر البي اللي هي 3 و1، هقول 2 في 3 ب 6 زائد 1 يدينا 7. هجيب ر الجيم اللي هي 0 و2، هقول 2 في 0 زائد 2 يدينا 2. باين قوي ان اكبر قيمه، القيمه العظمى هي ال 8 اللي هي عند مين؟ الالف اللي هو ب 4 و0. هقول له اذا القيمه العظمى بتساوي 8 يا مستر، اختار ال 8. ده لما يجيب لي مين؟ برمجه خطيه بالمنظر ده. طالع على القطعه بيقول لي مساحه القطعه الدائريه الصغرى التي ارتفاعها 5 سم وطول نصف قطرها 13 سم بتساوي كام؟ مستر انت مديني الارتفاع، ارسم الرسمه. ادي الارتفاع، نص القطر 13، ما انا عندي ميم هي كله ب 13، ارتفاع القطعه ب 5 يبقى الجزء اللي فوق ب 8. اسمي الزاويه دي سيتا، عايزين نجيب الزاويه هنجيبها عن طريق المثلث القائم، نجيب نصها واضرب في 2. هقول يبقى هنا انا عندي مجاور ووتر اشتغل عن طريق الجتا، يبقى انا هقول له جتا اهو، جتا سيتا، سمي دي سيتا، جتا سيتا بتساوي 8 على 13 شيفت كوزاين 8 على 13، هيطلع معايا 52 و2 من 100 درجه. اضرب في 2 يديك الزاويه المركزيه كلها، تطلع ب 104 و4 من 100 درجه. ادي القياس ال60. عشان نجيب مساحه القطعه عايز قياس 60 وقياس دائري. اقول مساحه القطعه بتساوي نص ناق تربيع في سيدا دائري ناقص جا 60، يبقى نص في 13 تربيع في، هنحول ده لدائري، اقول له 104 و4 من 100 في باي على 180 ناقص جا ال 104 و4 من 100 هيساوي يا مستر، هيديني 1.70 سنتيمتر مربع. تمام، تعالى كده نشوف مع بعض فكره ثانيه. بيقول لي هنا ايه في الفكره اللي جايه، ركز معايا قوي. اذا كانت كاف هي مجموعه حل المتباينه س زائد ص اصغر من او يساوي 5، وميم هي مجموعه حل المتباينه س زائد ص اصغر من ال5، فان نقط، هقول له باينه قوي يا مستر، خلي بالك ان دي جزء من دي، ما هي باينه قوي، دي عباره عن س زائد ص اصغر من او بتساوي 5، يعني الاصغر ويساوي هنا الاصغر بس. إذا باين قوي إن الميم جزء منين؟ جزء من الكاف، أختار ميم جزئية من الكاف وخلصت. دي بمجرد الإيه؟ بمجرد النظر. نيجي للمساحات، بيقول لي مساحة المعين الذي طول ضلعه، مساحة المعين الذي طول ضلعه لام سنتي وقياس إحدى زواياه الداخلة سيتا تساوي نقط سنتيمتر مربع. مين في دول الصح؟ قال لي يا مستر انا عارف ان مساحه الشكل الرباعي بتساوي ايه؟ نص حاصل ضرب طول القطرين في جهه الزاويه المحصوره. انا ما عنديش القطرين، يبقى هضطر اشتغل على مين؟ هضطر اشتغل على المثلثين، هنحولها الى مثلثين. ازاي؟ يلا كده معايا. قال لي يا مستر هنا انا لما ارسم الب د القطر ب د كده اصبح عندي كام مثلث؟ قال لي مثلثين متطابقين.
قال لي مظبوط، يبقى مساحة المعين عبارة عن 2 في مساحة المثلث، واحنا خدنا ان مساحة المثلث بتساوي ايه؟ قال لي يا مستر بتساوي نص حاصل ضرب درعين في جذر الزاوية المحصورة. يبقى نقول له كده مساحة المعين 2 في مساحة المثلث، يبقى 2 في نص فلان فلان في جا سيتا هيساوي لام تربيع في جا سيتا. اختار الاجابه رقم ج. تمام، يلا مع بعض كده اخر فكره، نشوف مع بعض الفكره اللي جايه. بيقول لي هنا ايه؟ المنطقه المظلله في الشكل المقابل تمثل مجموعه الحل لنظام المتباينات، مين في دول الصح؟ مديني المنطقه ايه بالمنظر ده؟ ادي المنطقه بتاعتي، رسمني هنا الحاجه وعمل المنطقه بالمنظر ده، ادي منطقه الحل. بيقول لي المنطقه دي تمثل انهي مجموعه من دي، مين في دول الصح؟ اقول له حاضر، انا هجيب معادله المستقيم الاول ومعادله المستقيم الثاني، هتبين معانا ايه مين في دول. يلا معايا، الحل هيطلع رقم ج. ازاي يا مستر؟ قال لي بص معايا، المستقيم الاول بيمر بالنقطه 4 و0 و0 و12، والمستقيم الثاني يمر بالنقطه 0 و3 و6 و0. يلا بسرعه هات لي المعادله بتاعته، معادله المستقيم المار ب 6 و0 و0 و3. هقول له س على الجزء المقطوع من س زائد ص على الجزء المقطوع من ص يساوي 1، يطلع المعادله س زائد 2 ص بتساوي 6 لما اضرب في 6. المستقيم الثاني بيمر ب 4 و0 و0 و12، هقول له يبقى س على الجزء المقطوع من س زائد ص على الجزء المقطوع من ص بتساوي 1، اضرب في 12 هيطلع 3 س زائد ص بتساوي 12. لما نعوض باي نقطه في منطقه الحل هيبان معايا قوي اهو، اختبار نقط مجموعه الحل او المنطقه المظلله بالشكل، هيبان ان المنطقه مين عندي؟ ان مجموعه حل المتباينات هي ان س زائد 2 ص، هيطلع معايا اكبر من او بيساوي 6 مش اصغر، و3 س زائد ص هيطلع اصغر من او يساوي 12، والس اكبر من او يساوي الصفر. طبعا حبايبي اوعوا تنسوا مساحه المثلث عن طريق قاعده هيرو، اللي احنا بنجيب المحيط، هنجيب النص المحيط، أنا عندي المحيط مجموع أطوال أضلاعه 26، هنجيب نصه يطلع 13. القانون بيقول جذر ح في ح ناقص أ ب في ح ناقص ب ج في ح ناقص أ ج، هقول يبقى 13 في 13 ناقص 8 في 13 ناقص 7 في 13 ناقص 11 هيساوي معايا تقريبا 28. أختار 28. شكرا بيكم. تعالى ناخد فكرة تانية كده بقى على الهندسة، أفكار حلوة أهي. بيقول لك قياس الزاوية بين المستقيمين ر بتساوي 3 و1 زائد ك 2 و1 والمستقيم 2 س زائد ص زائد 5 بتساوي كام؟ ومديني اختيارات. اتفقنا عشان اجيب مين المستقيم المفروض اجيب، عشان اجيب الزاويه بين المستقيمين المفروض اجيب مين المستقيم الاول واجيب مين المستقيم الثاني. مين المستقيم الاول ده صوره متجهه، فبنيجي عند متجه الاتجاه ونقسم الصاد على السي يبقى نص. من المستقيم الثاني سالب معامل س على معامل ص سالب 2. اجيب الزاويه المستقيمين، اشكرك يا اللي بتقول، اقول اجيب ظ بتساوي القيمه المطلقه من الاول ناقص من الثاني على 1 زائد من الاول في من الثاني. يا مستر المساله اسهل من كده. طب اصبر عليا انا مش شاطر زيك. من الاول نص ناقص من الثاني سالب 2، 1 زائد ميل الأول اللي هو نص في ميل الثاني سالب 2. اتفقنا قبل كده نعمل البسط لوحده والمقام لوحده، جيت أعمل المقام لقيته صفر. إيه ده؟ ده المقام صفر، يعني أي حاجة على الصفر غير معرف. وقلنا إمتى الزي يبقى الظاهر تبقى غير معرف؟ لو الزاوية 90. يعني الطالب العسل قبل ما كان يعمل كل الكلام ده خدت بالك ميل الأول بنص وميل الثاني سالب 2، فلو ضربت ميل الاول في ميل الثاني يطلع سالب 1، وده كان شرط التعامد. يعني معنى كان المستقيم ده عمودي على المستقيم ده، يعني الزاويه اللي بينهم 90 درجه. السؤال بيقول لي اوجد البعد بين المستقيمين دول بكام؟ اعمل ايه في المساله ديت؟ اولا المستقيمين دول مستقيمين متوازيين، تعال نتأكد. سالب معامل س على معامل ص سالب 2 على سالب 1 يطلع 2، هنقسم هنا الصاد على السين يطلع 2، دول متوازيين. كده انا عرفت ان المستقيمين دول متوازيين. ممكن اجيب البعد العمودي من المستقيم ر، سميت انا الاولاني اللي فوق ده اللي هو الصوره المتجهه، صفر وسالب 6 زائد كاف سالب 1 وسالب 2.
والمستقيم الثاني اهو ما طلعوا متوازيين، عايز طول العمود النازل من هنا لهنا، هو ده كلمة البعد. طب ما دي نقطة على المستقيم، دي نقطة على المستقيم الأول صفر وسالب ستة، وده معارض المستقيم الثاني بصورة كارتيزية، فممكن أجيب طول العمود. كنا بنجيب طول العمود إزاي؟ كنا بنقول قيمة مطلقة وتحت جذر، هنعوض بالنقطة في المستقيم، 2 في صفر بصفر ناقص صاد بسالب 6 يبقى سالب، سالب 6 يديني موجب 6، وهندخل ال 6 جوه بعكس الايه؟ الاشاره، ناقص 6 على معامل س تربيع زائد معامل ص تربيع. قول تاني يا مستر. 2 س ناقص ص ناقص 6 تساوي الصفر. قلنا هنجيب دي نقطه موجوده على المستقيم اللي فوق، عايز اجيب طول العمود النازل منها هنا، فشلت السين وحطيت صفر وشلت الصاد وحطيت سالب 6، صفر ناقص ناقص 6 يبقى زائد 6 ناقص 6 على معامل سين تربيع زائد معامل صاد تربيع. يا مستر نعم، 6 ناقص 6 صفر على جذر 5 يطلع صفر، وطول العمود صفر ينفع؟ اه ينفع، ايه المشكلة؟ طول العمود صفر لأن النقطة دي تنتمي للمستقيم ده، أنت لو كنت مسكت النقطة دي وعوضت بيها هنا كانت هتحقق المعادلة. واحنا قلنا لما ننزل طول العمود من نقطة على مستقيم يبقى اذا طول العمود ده ايه؟ هو صلة صفر، لان النقطة ده المستقيم. يعني معنى كده المستقيمين دول مستقيمين منطبقين، يعني دي الصورة المتجهة للمستقيم ده، يبقى معنى الكلام ده ان دول مستقيمين مش متوازيين، ده مستقيمين منطبقين، يبقى طول العمود صفر. تعال نشوف السؤال الجميل جدا ده. ألف ب ج مثلث فيه ب بكذا والف بكذا والف د نص في زاويه الف، عايز احداثي نقطه د. هو المنهج اللي احنا خدناه في الهندسه ايه الدرس اللي ممكن يجيب احداثي نقطه؟ ده مستر درس تقسيم قطع مستقيمه، كنت بجيب نقطه التقسيم. بس ساعتها الدرس ده يا مستر لازم تقول لي النسبه بين ب د الى د ج كام الى كام؟ لان الدال دي بتقسم ب ج من الداخل، بس انت مش مديني النسبه. اقول لا مديها لك، خدتها في الصف الاول الثانوي ترم اول. قلنا لما يكون الف د ينصف زاويه الف يبقى النسبه بين الضلعين بتساوي النسبه بين جزئي القاعده، يعني ب د على د ج هي نفسها النسبه بين الضلعين 5 الى 3. كده استفدت من الترم الاول. نخش بقى على منهج الترم الثاني. الدال بتقسم ب ج من الداخل بنسبه 5 الى 3. اقدر اجيب نقطه الدال طبعا، س ص والنسبه في النص. البدايه بتاعتي كانت باء، يبقى الباء 2 وسالب 1. النهايه بتاعتي ج سالب 2 و3، النسبه 5 الى 3. يلا بقى نعمل القناه بتاعتي عشان نجيب السين. قلنا س بتساوي لام 1 س 1 زائد لام 2 س 2 على لام 1 زائد لام 2. هنعمل مقص 2 في 3 ب 6 وسالب 2 في 5 بسالب 10 على مجموع النسب 8. احسب معايا سالب 10 زائد 6 يديني سالب 4 على 8 اللي هي سالب نص. في اختيار، في اختيارين فيهم سالب نص؟ لا، هو اختيار واحد بس، يبقى الاجابه رقم د. حبيت تتاكد هات ص، هيطلع معاك 3 على ايه؟ على 2. السؤال اللي بعده سؤال جميل، وطبعا الوحده الاولى هي اللي عليها سؤال مقالي في الهندسه. زي السؤال ده ممكن يجي لك مقالي يقول لك ا ب ج د شكل رباعي، ه منتصف ا ب، ما تيجي نرسم اي اربع اضلاع. اي اربع اضلاع مش فارقه كده؟ هو انت رسمت شبه منحرف ليه؟ انا ما رسمتش شبه منحرف اهو، او مش شبه منحرف اهو. ا ب ج د شكل رباعي، ه منتصف ا ب، واو منتصف ج د. عايز مني ايه يا مستر؟ عايز اثبت ان ب ج، ب ج زائد ا د بتساوي 2 ه واو، بتساوي 2 ه واو. طب اثبتها ازاي دي؟ بالراحه بالراحه. اول حاجه قلنا مست بره بنمسك الطرف الايمن ووصله الطرف الايسر، ب ج زائد ا د دول يا مستر ما ينفعش اجمعهم. ليه؟ لان المتجهين دول عشان اجمعهم لازم يكونوا ماشيين ورا بعض قاعده شال، يا اما خارجين من نفس النقطه يبقى قاعده متوازيه الاضلاع. طب اعمل ايه ساعتها؟ يبقى امسك ب ج ده وقول لي الطريق ده المتجه ده بدايته مين؟ ب، ونهايته مين؟ ج. هات لي طريق تاني غير من ب لج، من ب وعايز تروح لج، ايه الطريق التاني؟ قال لك ممكن اعمل استراحه عند ه وبعدين اروح لج، ممكن صح. يبقى ب ج ده بيساوي ب ه زائد ه ج. ركز معايا في اللي بقوله قوي. يبقى معنى الكلام ده
ان ب ج ده بتساوي ب ه زائد ه ج، يبقى انا هشيل ب ج ده واحط مكانه ب ه زائد ه ج، يعني كأن استخدمت قاعدة شال، القطع المستقيمة الموجهة ب ج تكافئ ب ه زائد ه ج. تعال نشوف القطعة الثانية اللي هي اسمها ألف دال، بدايتها ألف وراحة لدال، في طريق تاني؟ أمشي كده برضو عشان يبقى ده وده يروحوا مع بعض، متجهين متضادين في الاتجاه وقد بعض في المعيار. ألف دال هو ألف ه زائد ج دال، صح؟ يبقى أنا كده أقول ألف دال ده ممكن أشيله وأحط مكانه القطع المستقيمة الموجهة ألف ه زائد ه دال. تعال نبدأ نجمع بقى، إحنا لسه قايلين دلوقتي ألف ه زائد ب ه دول متجهين متضادين في الاتجاه وقد بعض في الطول، ليه؟ بما انها منتصف الف ب، اذا ب ه زائد الف ه متجه يساوي المتجه الصفري، يبقى ده وده بيساوي المتجه الصفري. ايه اللي اتبقى لك؟ اتبقى لي ه ج، ه ج زائد ه د، ايه ده؟ ده المتجهين دول خارجين من نفس النقطه، ممكن اجمعهم وعندي الواو في النص، يبقى ه واو ده متوسط. طبعا المتجه الصفر ده محايد جمعي فمالوش لازمه. ه ج زائد ه د قلنا بتساوي 2 ه واو، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. سؤال جميل وبسيط وسهل. السؤال اللي بعده برضو جميل جدا، بيقول لك باستخدام المتجهات اثبت ان المثلث الذي رؤوسه ص و س و ع قائم الزاويه في ص. فانا عايز نثبت ان المثلث ده قائم الزاويه في ص. اثبت ازاي يا مستر باستخدام هنا وقائم اللي هو شرط التعامد؟ انا عندي مين عمودي على مين؟ عندي القطعه المستقيمه الموجهه س ص، وعندي القطعه المستقيمه الموجهه ص ع، دول عموديين على بعض. تعال نجيب س ص، مين فاكر س ص بالمتجهات بتساوي ايه؟ ص ناقص س، ص اهي والس اهي. يلا اتفضل اطرح. ازاي يا مستر اطرح ص ناقص س؟ 4 ناقص 3 يديني 1، 2 ناقص 5 يديني سالب 3. تعال نجيب المتجه ص عين اللي هو عين ناقص ص، ادي العين وادي الصاد، سالب 5 ناقص 4 يديني سالب 9، سالب 1 ناقص 2 يديني سالب 3. تعال بقى نجيب شرط التعامد، امتى اقول ان ده عمودي على ده؟ قلنا القانون لو كان س 1 في س 2 زائد ص 1 في ص 2 لو حسبتهم طلع صفر يبقى متعامدين. اضرب س 1 في س 2 1 في سالب 9 زائد اضرب ص 1 في ص 2 هيديني سالب 9 زائد 9. الله، ده طلع صفر. ادام طلع صفر استفاد من كده ان س ص متجه عمودي على ص ع متجه، اذا قياس زاويه ص 90، يبقى المثلث ده قائم الزاويه في ص. الحته اللي جايه دي حلوه قوي بقى، طالب منك مساحه الدايره اللي بتمر برؤوسه، يعني لو في دايره هتمر برؤوسه عايز مساحه الدايره دي. يا مستر عشان اجيب مساحه الدايره انا محتاج نص قطرها. فين نص القطر؟ اقول لك نسيت ثالثه اعدادي. احنا خدنا في ثالثه اعدادي وفكرتك بيها الترم اللي فات، ان لما يكون الدايره بتمر برؤوس الثلاث نقط دول، يعني زاويه ص راسها على المحيط، تبقى دي اسمها زاويه محيطيه. الزاويه المحيطيه اللي قياسها 90 بتبص على قطر، يعني قطر الدايره اللي بتمر برؤوس المثلث ده هو س عين. فلو انت عندك طول س عين تقدر تجيب مساحه الدايره. مستر اجيب س عين ازاي؟ عين ناقص س، نطرح مع بعض عين ناقص س، سالب 5 ناقص 3 يديني سالب 8، سالب 1 ناقص 5 يديني سالب 6. تعال نجيب معيار س عين عشان عايز طوله، الجذر التربيعي لس تربيع زائد ص تربيع يطلع 10، يبقى القطر كله 10، يبقى نص قطر كام؟ 5 وحدة طول. عايز المساحة باي نق تربيع، يعني 25 باي وحدة طول مربع. طلع سؤال جميل وسهل، بيجي طبعا مقالي. السؤال ده حلو جدا، بيقول لك ألف وباء وجيم ثلاث رؤوس لمتوازي أضلاع، أوجد إحداث النقطة دال. سؤال جميل بيجي اختيارات عشان أجيب إحداث النقطة دال. ادي الف، ادي ب، ادي ج، ادي د. الالف 3 و4، الب 5 وسالب 1، الجيم 2 وسالب 2. قلنا متوازي اضلاع معناها ان القطعه المستقيمه الموجهه الف ب تكافئ القطعه المستقيمه الموجهه د ج. او اقول، مش شرط اقول كده، عايز تقول ان القطعه المستقيمه اللي اسمها
ألف دال بتساوي به جيم، برضه صح براحتك، كل اللي أنت عايز تقوله صح. فهقول إن القطعة المستقيمة الموجهة ألف دال تكافئ القطعة المستقيمة الموجهة به جيم. مين يقول لي ألف دال ده أجيبه إزاي؟ دال ناقص ألف، طب به جيم، جيم ناقص به، طب أنا محتاج دال بس، يبقى نودي الألف الناحية التانية، يبقى الجيم هشيل منها به وأزود عليها الألف. جيم كام وكام؟ 2 وسالب 2. طيب والب؟ 5 وسالب 1. طيب والألف؟ هتبقى معايا 3 و4. تعالى بقى نجمع الكلام ده، حلو كده؟ 2 ناقص 5 سالب 3، سالب 3 زائد 3 صفر. سالب 2 ناقص سالب 1 يديني سالب 1، سالب 1 زائد 4 يطلع 3. يبقى انا هختار من الاختيارات ان نقطة دال الزوج المرتب 0 و3. السؤال بيقول لك أ ب ج د شبه منحرف. تعالى كده خلي السؤال ده كمان شوية كده عشان وقتنا بيخلص. معادلة المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين دول، كلام جميل، ونقطة الأصل. يا مستر المستقيمين اللي عندي دول س هنا بسالب 5 والصاد هنا ب3، يعني النقطة بتاعتي سالب 5 و3 وعندي بيمر بنقطة الأصل. طب ما هنا عندك مستقيمين بيمر، عندي نقطتين فاقدر اجيب المعادله. تعال نجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينات هيطلع معاك 3 على سالب 5. وبعدين يا مستر اعمل ايه تاني؟ عندك الميل تقدر تجيب المعادله ص ناقص 0 على س ناقص 0 الصوره الاحداثيه، لان كلهم بالصوره الاحداثيه بتساوي الميل. اعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يلا 3 في س 3 س هتساوي سالب 5 ص، دخل ده جوه يبقى 3 س زائد 5 ص بتساوي صفر، اللي هي الاجابه رقم د. تعالى بقى نختم بالسؤال المهم جدا ده، اذا كان الف بتساوي كذا وب بتساوي كذا، عايز احدى قيم كاف التي تجعل المتجه الف يوازي المتجه ب. شرط التوازي طبعا لازم يجي لك في الامتحان شرط التوازي. قلنا يبقى س 1 على س 2 هتساوي صاد واحد على صاد اتنين، بسط ومقام بيساوي بسط ومقام، حاصل ضرب الطرفين 5 كاف تربيع ناقص 3 كاف بتساوي حاصل ضرب الوسطين اللي هي 2 كاف تربيع زائد 6 كاف. تعال ندخل اللي بره جوه، هيبقى 3 كاف تربيع، لان 2 تخش جوه نطرح تبقى 3، ندخل ده جوه تبقى ناقص 9 كاف، هنقسم على التلاتة تبقى كاف تربيع ناقص تلاتة كاف بتساوي صفر، هناخد الكاف عامل مشترك يبقى كاف يا إما بصفر أو الكاف بتلاتة، وممكن بعد نصف تحلها بالآلة الحاسبة. يبقى هو عايز إحدى قيم كاف، مين فيهم موجودة الصفر ولا التلاتة اللي موجودة؟ التلاتة. يبقى أنا كده طلعت قيمة كاف. طبعا الوقت بتاعنا بينتهي، بس أنا كان نفسي أقول معاك أفكار حلوة كتيرة جدا، بس إن شاء الله هيبقى ميعادنا يوم الثلاثاء إن شاء الله نقول أفكار أحلى من كده كمان. كان معكم إسماعيل معروف والأستاذ أشرف طلعت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.